اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الاخبار على طريقتنا. قبل ما نبدا بحلقتنا اليوم ضروري اشكر كل الاشخاص اللي عم يتواصلوا معنا على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام، ان كان على صفحه برنامجنا او حتى على صفحاتنا الشخصيه. بدي اشكر كل شخص عم يبعث لنا دعم وشكر وعم بيقول لنا انه البرنامج بينترو وكوميدي ومبسوط فيه. اللي بعد ما تابعنا ما ينسى نحن كل يوم اربع الساعه 9 بتوقيت السعوديه. حلقتنا اليوم غريبة. ليه؟ لأنه رح نتناول فيها الأخبار الغريبة حول العالم، قصص ويرد بتصير حولينا. طيب رح نبلش هلأ أول شيء بالمهرجانات، مش المهرجانات العربية أو المصرية والأغاني اللي انتو عارفينها، نونو مهرجانات عالمية مثل إسبانيا. يعني بتسمعوا مهرجان بإسبانيا بتحسوا أنه واو، لازم نتعلم من المهرجان. شو رأيكم لكم أنه بإسبانيا في مهرجان بيصير كل سنة للضرب بالبرتقال، بتضرب صاحبك بالبرتقال، هو هيدا هو المهرجان. 500 طن من البرتقال بيروح حدر باللعب بس تقلكن قد ايه يعني 500 طن. 500 طن يعني ربع محصول العالم من البرتقال. 500 طن ربع محصول العالم من البرتقال بطعمة 870 مليون نسمة بينرمى على الأرض هيك بلعبة يوم واحد مهرجان بإسبانيا. بس حضارة يعني هيدا المهرجان لو عم بيصير بي 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 بعالم عربي كانت الصحف كتبت عنا انه نحن شو هالشعب الدول العالم الثالث. الحكي مش مثل الشوفة. تلعبوا خي ولا عم تضربوا بعضكم؟ هيدا مهرجان ومبسوطين. انا اذا في واحد بدي انتقم منه بقول له عازمك على مهرجان البرتقال، تمسك برتقال بتضربوا فيها بسرعه 20 30 كيلومتر بالساعه بتفوتوا مستشفى. عم بلعب معك، قل له شو هالمهرجان هيدا؟ عدا الهدر كله، عدا الخبيط. ايطاليا قلت لكم باول فقره اسبانيا، ايطاليا هي ايطاليا لانه باسبانيا ما بيعترفوا باللعب البرتقال. اورنج مش كتير كيوت باسبانيا، بيحبوا القصص المجويه اكتر. باسبانيا راحوا على الطماطم، لا توماتينا، مهرجان سنوي باسبانيا. تفضلوا شوفوا. Bring the action. When you have us in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. La tomatina. دم على طماطم على يلا عيش. هلا انتو اعتبرتوا انه هيدا المهرجان غريب، واعتبرنا انه مهرجان البرتقال غريب وانه نحن محضرينكم حلقه من الغرائب حول العالم. طيب انا وعم حضر الحلقه عن القصص الغريبه حول العالم اكتشفت نوع من الرياضه اللي ما بعتقد في حدا تاني رح يكون بيعرفه عم يحضرنا هلا، اللي هو مهرجان الطماطم والبرتقال وهدول القصص. هدول لعبه مزحه. هدول شو رايكم برسلينج تشامبيونشيب باصابيع الاجرين؟ تعمل انت رسلينج مش بايدك، اصبع اجرك وواحد تاني حطيت اصبع اجره التاني بيلقط اصبع اجره وبيعملوا رسلينج. شوفوا الفيديو اكتر تتصدقوني. Yeah.
عم مرن اصابيعي. تخيلوا كيف بيصير بالجيم، يعني فايت على الجيم ضغيط بيقول له شو بدك تعمل اليوم، كتاف، صدر، بايسبس، اصابيع اجرين. اليوم عندي اصابيع اجرين بس عندي 10 جلسات بس مش قادر حتى هلا بصريح اجريه، يعني عم بعمل لكم التيست بالالاستيك. انتوا عارفين مين ممكن يكسب اصلا بالرسلينج؟ مش الاقوى واللي متمرن اكتر، لا، اللي مش متحمم. تاني بيموت عريحه اجريه. طيب من الرسلينج لتقاطع طرق غريب عجيب، لا في بوليس سير واقف ولا في اشاره مرور وما في حادث، بس كل سياره بتقطع عن سياره بتقولوا ضرب، بتقولوا فيت. شوفوا احضروا الفيديو. عجيب، يعني كل سيارة بتقطع عجوبة ما يموت صاحب السيارة، مش معقول. بعدين خيي خطر خطر، السواقة بالسيارة أصلا خطرة. أزبط شيء وأريح شيء هو خيي تطلع بالترين قطار، خيي سيف، بتضلها سيف يعني. بس إنه مش معقول كمان يقرر البلد كله يطلع بقطار واحد. كلكم رايحين على نفس الديستنيشن، يعني كلكم واصلين، وهذا اخر واحد قاعد عم يلعب باجريه يا حرام. كلكم رايحين مع بعضكم. خيي لا لا، انا برجع على السيارات. بدكم تسوقوا سيارات بشكل محترم وتحسوا حالكم محترمين، بدكم تروحوا على اليابان، كوكب اليابان. باليابان ركبوا هلا اصلا مطبات لما بتطلع عليها بالسياره بتولد كهرباء. نحن عندنا مطبات لما تطلع عليها بتولد مرضى. خي هذا موضوع السواقة وطرقات ما انه ماشي حاله، انا موضوع السيارات كمان ما بآمن فيه. انا برأيي اضبط حل هو البيسيكلات، هيدا خيم وعملاك رايق خفيف نظيف، كمان بولوشن، تطلع على البايسيكل وبتمشي. مشكلة البايسيكل بس انه معقول تنسري. انا عندي شاب صاحبي جيب كلب حطه بالجراج ليحميله البايسيكل، امبارح انسرق الكلب. بريك ونرجع. ورجعنا معكم بحلقتنا اليوم من الأخبار على طريقتنا اللي مخصصينا لنضويلكم ونفرجيكم غرائب من حول العالم. رح نحكي هلأ شوي عن رياضة غريبة. ليكو هلأ هي اليوم غريبة، يمكن بعد فترة ما تعود غريبة أصلاً. إذا بتجوا بتفكروا مزبوط مزبوط بالرياضات، الرياضات معينة اللي اليوم كتير متعارف عليها، كيف بلشت؟ أكيد بلشت غريبة. يعني بتخيل أنا أول شخص قرر أنه هيتا نلعب فوتبول، منجيب طابة، منجيب 11 شخص و11 شخص ومنقعد هيك على طابة صغيرة، منصير نخبط بعض ونضرب بعض ولازم نحطها بجول. انه تعا هلا افكر فيها هيك، انه هالقانون لما نعمل انه ما استهبلوا لي رسمه او باسكت بول، تك 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 ولازم حطها. رياضة غريبة اليوم، ملايين الدولارات، الرياضات نمبر 1. فما تستهونوا بهيدي الرياضة، هيدي رياضة جديدة حديثة هلا اسمها تشيس بوكسينج، عبارة عن راوند شطرنج،
بده مخ، وعبارة عن راوند بوكسينج بده عضلات. Добрый вечер. Шахматных раундов и пять боксерских. Итак, разыграно... Раунд 2. Бокс. أخي اسمه فن، فنون قتالية. فن بالنهاية. فنون غريبة، بتحكوا عن الفنون الغريبة، شو رأيكم بفن الرسم بالدبان بالذباب؟ بنرسم برصاص وبألوان وباستيل وزيت، نرسم بالدبان. تفضلوا شوفوا الفن. دبانة راكبة أحصان، دبانة عم تتشمس هي وصاحبتها، دبانة رشوا عليها ريد بس ما ماتت، فاتت على المستشفى، دبانة عم تتصيد برغشة. فن خي، ما فيك تقول مش فن بالنهاية، كمان موهبة، بس انه يعني بدك تقعد تشيل دبانة وتقتلها وتدور عليها وتيجي وتلمها طيب من الفن الرسم بالذباب للفن الأغاني اللي كل الناس متعارف عندها صار انه الفن صار شيء هابط. فنحن لنتأكد اذا الناس مزبوط رأيها صار الفن هابط وليه بنظر الناس صار الفن هابط، بطبيعة الحال مين بدنا نبعث على الطريق تيستقصي ويسأل الشارع غير أيمن صديقنا وزميلنا. شوفوا الجديد تبع أيمن والفن الهابط. محمد، من وجهة نظرك ليه الفن بقى هابط؟ لأن في دخلاء على الفن. في إيه؟ دخلاء. دي كلمة كبيرة قوي. هو عامة يعني كل حاجة في حياتنا هابطة. يلا يلا مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ليه الاغاني بقت هابطه؟ والله الاغاني بقت هابطه فعلا لان احنا تخلينا عن مبادئ كتير جدا. لا ايه الاداء ده؟ معلش ممكن تعيد الاداء ده تاني؟ بس هابطه علشان مفيش حد بيعرف يغني اصلا. في اغاني فن كده لوحديها دي، وفي بقى الاغاني الهابطه. الاغاني الهابطه دي اللي هي اي كلام في البلاص، فيلا قوله يعني ما بقولوش كلام مفيد، كله بيقول اي كلام، عايز يكسب شهره، عايز فلوس. هو الشعب كله هابط، اكيد الاغاني هتبقى هابطه عشان الشباب هم عايزين كده، عايزين الاغاني بالطريقه دي عشان الشعب عايز كده. عايزين هي دي اللي بتفرفشهم، فكل الاغاني هتبقى كده عشان تفرفشهم في البلاص. شكرا ليك. فليه الاغاني بقت هابطه اليومين دول؟ لان احنا شباب هابط. احنا لو مش شباب هابط مش كلام عن نفسك، معلش انا اسف. بالظبط، مش كله في البلاص. في اغاني حلوه اليومين دول، فناس بتأدي حلو، بتختار كلمات كويسة، ألحان كويسة. من وجهة نظرك ليه الأغاني بقت هابطة؟ عشان الفن هابط. طب ليه الفن بقى هابط؟ عشان الأغاني هابطة. الدنيا كلها بقت هابطة. الدنيا إيه؟ كلها بقت هابطة. الفن بقى هابط علشان اللي هو المجتمع نفسه بقى هابط دلوقتي. الفن بقى هابط عشان المجتمع بقى هابط. برافو. أنا بدي حييك لأنك لخصت كل الموضوع. عارفين شو المشكلة بالفن الهابط والأغاني الهابطة؟ إنه منحفظها، منحفظ ده كلماتها وننبسط بلحنها، فبتصير عنا عادية ما بتعود هابطة. تأكيداً على كلامي، من 10 سنين وأكتر يمكن نزلت غنية بتقول على كوبري عباس مشية ومشية الناس، مشية تبص عليك يا قطة يا فروتة في أناناس. انتوا تخيلوا هدول كلمات اليوم نزلوا، هلأ في فنان مغنى هذا الكلام، كان كل الناس قالت شو هالفن الهابط وشو هالكلمات وأنا ناس وشو هالعيب الشوم. اليوم عدوية من تراث الفن الشعبي وكلنا منحبه وكلنا منرقص على أغانيه. يا خوفي أوكا وأورتيجا بكرة يصيروا هن التراث للفن الشعبي. بريك ومش ورجعنا معكم تنكمل حلقتنا اليوم بالاشياء الغريبة حول العالم. بالنهاية شو الغريب؟ كل شيء منجهله او ما كتير منفهمه منعتبره غريب،
ومش دايما هذا الشيء غلط انه غريب عنا، مش ضروري نكون بنحبه او ما بنحبه، بس في يكون غريب. اخر فتره صار في ظواهر استضافه الملحدين على التلفزيونات بكل العالم العربي، مش مقتصر على بلد واحد ابدا. بحبوا الانكرز او المذيعين يعملوا مثل سبق صحفي، فبيجيبوا شيخ وبيجيبوا ملحد. هيدا الشيء لهلا كتير منيح بالنهاية، حلو كمان نحن نفهم وجهات النظر، رغم انه في ناس هلا رح تقول انه نحن ما بدنا نفهم اصلا وجهات نظر الملحدين واتسوايفر، فيك ما تحضر، بس بالنهاية اليوم كتوك شو حلو كمان دائما انت تسمع الرأي والرأي الاخر، وحلو كتير كمان اذا هيدا الملحد اقتنع بقصص معينة، وحلو اذا الملحد كمان فهمنا بأي طريقة بفكر، ونحن مع نفسنا عنا الإيمان الكافي نعرف هو غلط بشو أو مش غلط بشو. آخر فترة المذيعين عم يعملوا هيك حوارات بس ما عم تخلص على سلامة. دائما الملحد بده ينطرد من عن الهواء، بده يتبهدل. تفضلوا. انت اللي بتتكلمي عن جهل مش الناس الباقية. لا والله جهل، انت اللي جهلة. لا انا اللي جهلة يا ستي، شكرا. ما انت بتقولي انا جهلة زي مصر كلها والوطن العربي كله، وفخورة اذا كنت بقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول ورسالة الله، فانا فخورة ان يكون جهلة. ما يصح، وهتبتدي تغلطي حرمناش وسيداتي، اعتذري. اطلعي برا. ايه؟ اطلعي برا. فكي المايك برا، فكي المايك برا. يا ابني دلوقتي بنتكلم، انت يا ابني بتتكلم في حاجه ما تخصكش. يا ابني انت في حاجه ما تخصكش. اللي هي ايه؟ اللي هي الدين. اللي هي الدين صح؟ دين مين يا ابني؟ اللي هي الدين. دين مين يا ابني؟ امك اتبرت منك، انت عايز اكتر من كده؟ لما امك وقرايبك يتبروا منك لانك فعلا اصبحت مش هقول لك عالة، انت تسيء اصلا لعيلة. انت كده بتتكلم لوحدك، الاستاذ ايمن لازم يرد. لا ما هو انا الاستاذ لازم يرد، واحنا من حقنا ندير الحلقه زي ما احنا عايزين وزي ما احنا شايفين. لما حضرتك تقول نقطه هو لازم يرد عليها. وبعدين ما تزعقيش. لا حضرتك اصلك عملت اتعلمنا من ساعه ما دخلت. اتفضل مع السلامه. يلا اتفضل مع السلامه. احنا اصلا مش عايزين لا ملحدين ولا كفره اساسا. استضفتوها ليه وعيب؟ اتفضل، ما احنا بنقدم فكره عشان الناس تتعظ منه. ايوه تتعظ، تتعظ من الكفر والالحاد وهذه الظواهر المشينه في المجتمع، هذه الافكار المشينه في المجتمع. يا كافر اخرج يا خيي، انه وحياة الله يعني انه صار الزلمه ملحد؟ تفاجأت بس قالك ما بيؤمن بربنا. ايه انت داعي واحد ملحد ما بيؤمن بربنا على البرنامج تبعك لا تسمع وجهه نظره، وداعي قدامه شيخ، فلما الملحد يجي يقولك انا ما بؤمنش بربنا تقول له ايه؟ اطلع برا يا كافر. يا شو عم جرب تعمل؟ انه انت عملت سكوب اعلامي، انت المدافع عن الديانه الاول، يعني انه عم تضحكوا على قول مين؟ هذا الاسلوب ما بيمشي خيي، وهذا الاسلوب اصلا ما بيمشي معنا نحن ببرنامجنا. نحن لما بنستضيف حدا ببرنامج على طريقتنا بنعمل من قيمته وبنسمعه وبنفهمه وبنسمع وجهه نظره. خيي كل واحد حر برايه، ومنه جاي يفرض رايه علي. اثباتا على هذا الموضوع هلا رح نستضيف معنا نحن بالاستوديو السيده امينه اللي كانت ايمن هي وصغيره. استاذه امينه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. اهلا وسهلا بحضرتك. كله تمام الحمد لله. طيب استاذه امينه، نحن اليوم بدنا نكسر كل المحاظير بهيدي الانترفيو، وبدنا نسمع لك وبدنا نفهم. اليوم حضرتك كان صار لك حوالي 18 سنه حسب ما فهمت منك ايمن، وبعدين قررت تتحولي وتصيري امينه، فانا بدي حابب افهم منك ليه اخذت هيك قرار. ايه حضرتك، يعني انا كنت بقابل مشاكل كتير في حياتي. مشاكل من اهلك؟ من اهلي كتير، من اهلي كتير ومن صحابي ومن يعني بيك ابي ومي وكل الناس بجد في مشاكل. يعني امي كمان؟ ابي وامي واخواتي وجيراني. طب اصحابي كان كمان يعملوا لك مشاكل كتير؟ حلو. شباب؟ مش كلهم. بنات بيغيروا مني قوي. هلا من بعد ما انت اوكي اوكي طيب. لا ومن قبل انا برضو وانا ايمن كنت حلو قوي. نعم. طيب وين كنت تواجه مشاكل؟ يعني ايه في البيت بواجه مشاكل كتير قوي اصلا. طيب مع شوفيره التاكسي؟ مع ايه سوري؟ التاكسي. ماله؟ وسائل المواصلات كان حدا يضايقك؟ كنت بتعاكس كتير بجد. بتتعاكس لما كنت ايمن ولا لما صرت امينه؟ الاثنين. ما قلت لك كنت حلو اصلا. لا تفضل قول، انا اعطيك كل المساحه، بديك تقول اللي عندك. كان عندي مشاكل كتير بالمدرسه. يعني الاساتذه وحشين؟ اوكي كلهم. قول. طب احكي. كلهم بجد وحشين قوي. بالجامعه حلوين. مين؟ الجامعه. بالجامعه ما كان في مشكله. بالجامعه كنت تحولت ولا ما تحولت؟ في نص الجامعه تحولت.
بنص الجامعه تحول. ايه طب خبرنا شو انا اللي بدي احكي. ما تفضل قول شيء. اوكي في نص الجامعه بقى انا بقول قول قول يعني انا بقول يعني بحكيك كمذكر ولا كمؤنث؟ لا قولي قولي امينه. بدي احكيك كمؤنث. ليش يعني حضرتك يعني حضرتك عارف ان انا اصلا امينه؟ ايمن ولا امينه هلا؟ مش عاجبينك دول يعني حضرتك؟ انت هلا امينه مش عاجبينك؟ انت امينه ولا ايمن؟ حضرتك انا امينه. ايه وشو عملت؟ عمليه. عملت عمليه؟ اه. ليه؟ عشان ابقى امينه. انت كنت يعني كنت انت رجال وعملت عمليه صرت وحده مره؟ اه يا استاذ. نعم نعم الله عليك. شو عملت؟ في أستاذ. شو هالقرف هيدا اللي جايبه على البرنامج؟ في ايه طيب مش فاهم. انت كنت رجال وعملت مره؟ الحمد لله. وجاي لهون هلا جاي قدام كل المشاهدين ملايين المشاهدين عم تحكي وعم تنشر لي هالفسق والفجور اللي عندك. فسق وفجور ما تحكي إيه؟ لك ما تحكي يا عيب الشوم عليك على هالمجتمع هالمسجز اللي عم تعطيها لشبابنا يا عيب الشوم عليك. كنت رجال وصرت ظهر من البرنامج فل رجال وصرت مره يا عيب الشوم عليك. متحول جنسي هذا بعضنا اصلا احنا ناس مشي وقف لها الحلقه خي وقف هالحلقه يلا شوفكم بالحلقه شوفكم بالحلقه الجايه شيلوا لي اياها شيلوا لي اياها شيلوا الشيء يلا